اخذتها لي تموز من هلا. ثورة 17-30 تموز عام 1968 جاءت حصيلة صراع طويل ومرير خاضته الجماهير العراقية الكادحة لبلوغ أهدافها التي كان حزب البعث العربي الاشتراكي قد استخلصها منذ بدايات تأسيسه، وقد أدرك منذ ذلك أنه يتصدى لمسؤوليات جسامة في الصراع الدائم بين الأمة العربية وجبهة أعدائها عبر العصور، صراع لا ولن ينتهي إلا ببلوغ حريتها ووحدتها وتقدمها. فكانت الثورة الخالدة التي تفجرت وانطلقت بتضحيات مجموعات من الطلائعيين المدنيين والعسكريين الثوريين، وعلى رأسهم المرحوم أحمد حسن البكرة والقائد الخالد شهيد الأمة وفارسها صدام حسين وباقي رفاقهما، لوضع العراق على الطريق القومي الصحيح الذي آمنوا به للرفعة والتقدم، وهم يدركون عظمة الأهداف المرسومة وحجم الأخطار والمؤامرات التي تواجهها الثورة. وبنجاح الثورة وتطهيرها من العناصر المشبوهة العالقة في الفترة ما بين 17-30 تموز عام 1968، حيث استطاعت الثورة الناشئة وخلال زمن قياسي قصير نسبياً أن تحقق من الإنجازات والنهضة الهائلة على كافة الصعد العلمية والاجتماعية والاقتصادية التي تعجز عنه الكثير من الدول الكبرى المتقدمة في هذا العالم، حيث نجح وتحقق قرار تأميم النفط وتحرير ثروة العراق لوضعها في خدمة مصالحه ومصالح أمته على كل المستويات، كما جرى انتهاج سياسات استقلالية وطنية وقومية من ضمنها حل مشكلة الشمال من خلال قانون الحكم الذاتي للانتقال فيما بعد إلى استقطاب العقول والكفاءات وتثوير وتكثيف برامج التعليم والصحة والتصنيع وتطوير وتأهيل السدود والمشاريع المائية والزراعية والقوات المسلحة. الجميع أدرك أن ما شهده العراق هو نموذجاً رياضياً في الحكم والإدارة والنهضة والتحدي، وأنجب مقاومة باسلة هزمت مشروعه الاستعماري في الميدان. إني أدعو في هذه المناسبة التاريخية الكريمة رجال الأمة وشبابها ونسائها إلى وحدة نضالية كفاحية تحررية شاملة. بعد أن عقدت قوى البغي العزم على اجتثاث هذا المشروع من جذوره والعودة بالعراق إلى ما قبل الدولة وإلى الدولة المأزومة الطائفية الرثة